أهلا بكم. حذرت ثلاث منظمات دولية من حدوث مجاعة وشيكة في اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للشعب اليمني. وقال مدير منظمة الصحة العالمية والمديران التنفيذيان لمنظمتي اليونيسف والأغذية العالمي في بيان مشترك أن 60% من اليمنيين لا يعرفون ما هي وجبتهم القادمة، كما يعاني حوالي 2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف تتعامل الجهات الدولية مع حجم كارثة المجاعة في اليمن؟ وهل الجهود كفيلة بوضع حد للتدهور الوضع الإنساني وانتشار الأمراض الفتاكة؟ ليست كارثة طبيعية ولم تكن محنة صنعها القدر، بل هي حرب أنهكت المواطن اليمني منذ ما يقارب 3 أعوام، وأوصلت الوضع الإنساني إلى أسفل درجاته. تحركات دولية تتوالى لاحتواء المشهد المتأزم أمام تدهور لم يتوقف، وتفشي أوبئة بدائية هي الأسوأ على الإطلاق في أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم. التحذيرات الدولية هذه المرة جاءت عبر رؤساء أكبر 3 منظمات دولية، حذروا من أن البلاد باتت على حافة الوقوع في مجاعة وسوء تغذية حاد، بالإضافة إلى الأمراض المتلاحقة، وهو ما يجعل القادم أكثر سوداوية ما لم يكن هناك تحرك دولي لإنقاذ العالقين في لهيب الحرب. بحسب المنظمات، نتابع التقرير التالي الذي أعدته الزميلة شروق القاسم، ثم نعود لبدء النقاش. أطفال عاجزون عن تجميع قواهم حتى للتنفس، صورة نقلها مسؤول المنظمات الثلاث الدولية في بيانهم عن أطفال اليمن عقب زيارتهم الميدانية لإحدى المستشفيات فيها. سوء التغذية الحاد سبب لهذه الحالة الإنسانية المتدهورة، فنحو 2 مليون طفل يمني يعانون منه، في حين يجهل أكثر من 60% من السكان مصدر وجبتهم القادمة حسب البيان، في تحذير من مجاعة وشيكة في البلاد. البيان المشترك لمنظمات اليونيسف والصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي لم يخلو من المفردات الواصفة لتدهور الحالة الإنسانية في اليمن والمقترنة بتقارير المنظمات عنها منذ أكثر من 2 عامين، حيث أكد البيان أن تفشي وباء الكوليرا في البلاد يعتبر الأسوأ على الإطلاق في أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم. بحسب المنظمات، خلال 3 الأشهر الأخيرة فقط سجلت ما يقارب 1900 حالة وفاة مرتبطة بتفشي وباء الكوليرا، في حين بلغت الحالات المسجلة كحالات اشتباه بالإصابة 400,000 حالة. لمضاعفة دعم المجتمع الدولي للإغاثة في اليمن، جاء هذا البيان مذكراً بالمأساة الإنسانية التي تعيشها اليمن، حيث وردت فيه معلومات تفيد بأن مرافق الصحة والمياه الحيوية التي أصيبت بالشلل خلقت ظروفاً مثالية لانتشار الأمراض، في حين أشاروا إلى أن أكثر من 30,000 عامل في مجال الصحة بلا رواتب منذ أكثر من 10 أشهر. على الرغم من الجهود الإغاثية للسلطات المحلية والمنظمات العاملة بدعم الوكالة الدولية التي استعرضها البيان، إلا أن إصابة الآلاف بالمرض يومياً تبقي الوضع خطيراً، وفي حال عدم الاستجابة فإن الكارثة لن تستمر في إزهاق الأرواح فقط، بل ستترك آثاراً وخيمة لسنوات قادمة. نبدأ النقاش مع ضيفتنا من صنعاء ريم ندى، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي. أهلا بك أستاذة ريم. أهلا. بداية أستاذة ريم، هناك تحذيرات عديدة من انهيار الوضع الإنساني في اليمن، وهناك صعوبات أيضا ماثلة أمام تلافي الأزمة الغذائية واتساع دائرة المجاعة. تقييمكم للوضع اليوم؟ طبعا هو الوضع في اليمن كما ذكر التقرير هو وضع مأساوي. هناك 17 مليون شخص، أي ثلثي التعداد السكان باليمن، لا يستطيعون تأمين الغذاء الذي يكفيهم ويكفي أسرهم، وخاصة الأطفال والنساء، خاصة النساء المرضعات والحوامل. يعني بالنسبة لأي أم، هي لا تستطيع أن تطعم ابنها ولا تستطيع أن ترضع ابنها رضاعة كافية لتحميه. طبعا هذا الشيء في غاية الأسف. هناك أشخاص، حتى المستفيدين من مساعدات برنامج الأغذية العالمي، لأنهم ليس لديهم أي سبيل آخر لتأمين احتياجاتهم سوى هذه المساعدات، فالمساعدات بالكاد تكفيهم لأنهم ليس لديهم أي مورد آخر. هناك الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم، هناك النازحين،
الذين يعيشون في ظروف صعبة جدا، من ضمنها يعني الطرد من البيوت حينما لا يستطيعون دفع الإيجارات. برنامج الأغذية العالمي يساعد، يقدم المساعدات الغذائية لسبعة ملايين شخص. طبعا هناك 10 ملايين شخص آخرين في حاجة مثلا للمساعدة، ولكن بالكاد يعني تمويل برنامج الأغذية العالمي هو أكثر قليلاً من 40% من احتياجات البرنامج حتى نهاية هذا العام. فنحن للأسف لا نستطيع مساعدة كل الأشخاص، نحن نركز على الفئات الأكثر هشاشة والأكثر ضعفاً في اليمن حالياً. طيب، إذا ما تحدثنا عن طبيعة المساعدة التي تقدمونها لبعض فئات المجتمع كما ذكرتم، ما هي آلياتكم لإيصال المساعدة لهم والآليات التي من خلالها تعملون؟ هناك لغط كثير حول وصول المساعدات إلى مستحقيها. المساعدات الغذائية تصل إلى مستحقيها بشتى الطرق. نحن نصل إلى أصعب المناطق، إلى مناطق الصراع عن طريق شركائنا العديدين في حول اليمن، المنظمات الإنسانية الغير حكومية، حتى في منطقة الريمة مثلا. يعني نحن نوصل المساعدات الغذائية على ظهور البعير والحمير. فهناك جهود كبيرة من قبل برنامج الأغذية العالمية ومن قبل المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لتلافي تدهور الحالة الإنسانية أكثر مما هي متدهورة. حاليا اليمن يمر بأكبر أزمة إنسانية وأكبر أزمة جوع في العالم. نحن نتحدث عن 20 مليون شخص يواجهون الجوع في العالم حاليا، 4 مجاعات. اليمن هي أكبر مشكلة تواجه العالم حاليا. طيب، أمام هذه الكارثة، ما هي طبيعة البرامج التي تقدمونها في منظمة الأغذية العالمية؟ كما ذكرت، برنامج الأغذية العالمية يقدم المساعدات الغذائية الشهرية ويركز على الفئات الأكثر ضعفاً، الأمهات المرضعات والحوامل والأسر التي لديها أطفال معرضون لسوء التغذية، الذين هم أقل من عامين خاصة. يقدم البرنامج المساعدات من خلال التوزيع المباشر ومن خلال القسائم التي يستلم من خلالها المستفيدين قمح أو دقيق، يستلمون أيضا زيت للطعام وكذلك حبوب بقول. أنا كنت أتصور أن هذه المساعدة مساعدة ضئيلة، ولكن ما رأيت في اليمن هناك أشخاص تساوي هذه المساعدة ما يتحصلون عليه أو نصف ما يتحصلون عليه طوال الشهر. فطبعا بالنسبة إليهم هي مساعدة كبيرة. هناك عائلات تعيش على الخبز وعلى الشاي وعلى الاستدانة من الجيران في حال نفذت المعونات الغذائية أو إذا كانوا لا يستفيدون من المعونات الغذائية. هناك تكافل كبير رأيته في اليمن، ولكن هناك أزمة كبيرة. طيب، وفق الإحصائيات الموجودة لديكم، هل يمكن وضع المشاهد في صورة الأكثر مناطق تضررا من هذه الأزمة الإنسانية؟ أكثر المناطق تضررا هي الحديدة وحجة، والمناطق التي يشتد بها الصراع هي مناطق تقترب من المجاعة. هناك تفشي لسوء التغذية لدى الأطفال. نحن تحدثنا عن 2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. برنامج الأغذية العالمية أيضا يقدم لهم منتج يعني مواد غذائية غنية بالمعادن والأشياء التي يحتاجونها حتى يتعافوا من سوء التغذية. وهي بالفعل أنا رأيت يعني أطفال يعودون بعد أسبوع وقد تحسنت حالتهم. ولكن بالنسبة للمناطق مثلا محافظة الحديدة، فهي من أكثر المناطق التي يوجد بها أشخاص محتاجين. هناك نزوح كبير، نزح أشخاص كبير جدا، أشخاص كثيرة جدا إلى منطقة إلى عفوا إلى الحديدة،
محافظة الحديدة ككل. طبعا تأثرت سبل المعيشة لدى كثيرين، تكلمنا عن الأشخاص الذين لا يستلموا رواتبهم، ولكن مثلا في مدينة الحديدة وفي وحول ميناء الحديدة الأشخاص الذين يعملون أصلا بالصيد لا يستطيعون الآن التوغل في البحر حتى يحصلون على قوت يومهم، يعني هم جالسون بالبيوت لا يستطيعون الذهاب إلى البحر لأن الصراع قد امتد إلى ساحل الحديدة. طيب بالنسبة لكم أستاذ ريم في منظمة الغذاء العالمي، كيف هي الطرق والوسائل بالنسبة لكم لوصول المساعدات لمستحقيها؟ هل هناك صعوبات تواجهكم؟ وما هي الآليات التي من خلالها يتم إدخال المساعدات؟ هل تعتمدون على منظمات محلية؟ ما هي آلية العمل التي تعملون بها أيضا؟ أنا ذكرت في إجابتي السابقة أن نحن نعتمد على الشركاء، المنظمات الإنسانية الغير حكومية، وأيضا بعض المنظمات الأهلية، لأنه طبعا اليمن في حال صعب، هناك صعوبة كبيرة في التنقل ما بين المحافظات اليمنية. طبعا هذا هو كله. طيب هذا واضح بالنسبة للآلية الداخلية، لكن بالنسبة لدخول المساعدات من المنافذ والموانئ، هناك من يتحدث ربما عن صعوبات، بالنسبة لكم الوضع هو كيف؟ نحن لدينا سفينتين تقريبا أعتقد من مينائي الحديدة والصالف، نعمل بميناء عدن، نعمل بثلاث موانئ اليمنية الكبرى. طبعا هناك أهمية كبيرة لميناء الحديدة، يعني يتحكم ب 70% من الواردات الغذائية سواء الإنسانية أو التجارية التي تدخل إلى اليمن. فطبعا الإبقاء على أمان وسلامة وهذا الميناء وكذلك ضمان أنه يعمل بكفاءة هو شيء مهم جدا بالنسبة للمنظمات الإنسانية وخاصة برنامج الأغذية العالمي الذي يتكفل بمهمة نقل كل المواد الإنسانية نيابة عن المنظمات الإنسانية العاملة باليمن. طيب حجم التنسيق لكم مع الحكومة الشرعية؟ نحن نعمل مع كل الأطراف التي من شأنها أن تساعد برنامج الأغذية العالمي على تحقيق هدفه، وهدفه هو هدف إنساني ليس له أي علاقة بالصراع أو بالسياسة. هدفنا هو إنقاذ ملايين الأشخاص، إنقاذ عائلات، أطفال، نساء، هناك 2 مليون طفل كما ذكرت بحاجة ماسة إلى المساعدة، ليس فقط المواد الغذائية الخاصة بسوء التغذية، ولكن أيضا العائلات هم في حاجة إلى المساعدة، هناك عائلات ينام أطفالهم بدون عشاء. هذه هي أولوية المنظمات الإنسانية العاملة باليمن. طيب الثلاث المنظمات الكبرى ربما تحدثت في بيان مشترك عن أن مرافق الصحة والمياه أصيبت بالشلل، وهو ما خلق ظروف مثالية لانتشار الأمراض ومنها الكوليرا. بالنسبة لكم كيف هو واقع انتشار الكوليرا، وهل الجهود التي تقدمونها كمنظومة متكاملة كفيلة لتلافي انتشار الوباء؟ نعم هذا صحيح. طبعا ذكر التقرير أن هناك 400 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا. الوضع في اليمن من اهتراء البنية التحتية، المياه الغير نظيفة، طبعا المياه مكلفة، نحن نتحدث عن أشخاص لا يستطيعون تحمل تكلفة الغذاء فما بالك بالمياه. هناك أشخاص يلجؤون إلى مياه ملوثة. طبعا في هذه الظروف يعني حتى عمال النظافة الذين لم يستلموا رواتبهم، إذا رأيت المدن اليمنية هناك أكوام من القمامة في كل مكان، هناك أمطار، هناك مياه غير نظيفة، كل هذه الأشياء هي بيئة مناسبة جدا لانتشار هذه الأمراض والأوبئة. طبعا من في غاية الأهمية مساعدة الأشخاص على أن يكونوا بصحة جيدة، يعني الأطفال نرى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية هم الأسوأ تضررا في حالة إصابتهم أو الاشتباه في إصابتهم بوباء الكوليرا، لأن أجسادهم تكون ضعيفة جدا لا تستطيع تحمل
مكافحة ومقاتلة هذا الوباء. بالنسبة للمنظمات الثلاث الكبرى، برنامج الأغذية العالمي يعمل مع منظمة الصحة العالمية ومع اليونيسيف في محاولة تحجيم المرض وكذلك التعامل مع الأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض. يعني مثلا يونيسيف يعمل على تنقية بعض مشاريع تنقية المياه، برنامج الأغذية العالمي يقوم بتقديم الأغذية الخاصة للأطفال الذين يعانون من الإسهال الشديد وهو الاشتباه بالكوليرا. هذه الأغذية الخاصة مهمة حتى لا يكونوا في حالة ضعف شديد وبالتالي لا يستطيعون مكافحة المرض. كذلك يعمل برنامج الأغذية العالمي على نقل المواد الطبية اللازمة لتسهيل مهمة العاملين بمجال الصحة، والعاملين بمجال الصحة هم أبطال لأنهم يعني يذهبون إلى أعمالهم كل يوم بدون أن يكونوا استلموا أي رواتب. طيب شكرا جزيلا لك أستاذة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، كنت معنا من صنعاء. وينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن الأستاذ علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا فيكم. بداية تحركات دولية وتحذيرات من تدهور الوضع الإنساني واستمرار تفشي الكوليرا، في وزارة الصحة ماذا قدمتم فيما يخص هذا الملف وما حجم التنسيق بينكم وبين المنظمات الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس وجميع طاقم القناة على تغطيتهم لهذا الحدث. حقيقة وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بمعالي الوزير الدكتور ناصر محسن باعوم وجميع طاقم الوزارة بذلوا جهود كبيرة جدا ويبذلوا جهود، وهذا مهمتهم الوطنية. وزارة الصحة العامة والسكان هي حلقة من ضمن سلسلة من الحلقات، هناك وزارة المياه والبيئة وكذلك الصرف الصحي والنظافة ووزارة التربية والتعليم والإعلام وجميع هذه المرافق والمؤسسات الحكومية معنية بكل تقوم بدورها، وهناك جهود كبيرة بذلت وتبذل وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور أحمد عبيد بن دغر. تنسيق كبير جدا بين وزارة الصحة العامة والسكان والشركاء الدوليين، منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، WFP للغذاء العالمي وجميع المنظمات الدولية، ونحظى بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحمر الإماراتي، اللجنة الإغاثية العليا الكويتية. تنسيق كبير جدا، قمنا بإرسال 53% من المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية التي وصلتنا إلى العاصمة عدن، أرسلناها إلى المناطق التي تخضع لسلطة الميليشيات عن طريق مكتب منظمة الصحة العالمية، بينما 47 ل 12 محافظة التي هي تحت سلطة الشرعية، وتم إرسالها عن طريق مكاتب الصحة في المحافظات. ليس لدينا ثقة بالميليشيا، فقمنا بإرسالها عن طريق مكتب منظمة الصحة العالمية. كان الاتفاق بين وزارة الصحة العامة والسكان ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ونزود هذه المحافظات وما زلنا نزود وعندنا مخزون كافي ونرسلها، لأن نحن مسؤولون عن جميع أبناء الشعب اليمني من المهرة حتى صعدة، نحن في السلطة الشرعية مسؤولون عليهم. للأسف الشديد كنا نتمنى من المنظمات الدولية أن يكون لها موقف واضح مما تعمل الميليشيات، كل يوم هي يصير استهزاء بهذه بالمنظمات الدولية، آخرها يوم أمس عندما كان متوقع انه افتتاح لغرفه العمليات المركزيه اللي تكون في صنعاء واخرى في عدن. في عدن افتتحت قبل 3 أيام برئاسه وزاره الصحه العامه والسكان، راسها وكيل الوزاره الدكتور علي الوليدي وعضويه مستشار وزير المياه، كذلك منظمه الصحه العالميه واليونيسيف والدبليو في جميع المنظمات الدوليه مدراء المكاتب في العاصمه عدن اعضاء في ذلك، وتمشي الامور على قدم وساق، ونجتمع كل يوم صباح من الساعه 9 للساعه 10 نستعرض الوضع الصحي بجميع المحافظات. لكن يوم أمس اعتدى المدعو ناصر العرقل الذي اعتدى الميليشيات من أحد الكهوف، واعتدى وسلمته وكيل قطاع الطب العلاجي في صنعاء،
وقام بالاعتداء واتى مسلحين من الميليشيا ومنعوا اقامه هذه الغرفه بوجود المدراء التنفيذي للمنظمات الدوليه اللي يزوروا بلادنا حاليا، الدكتور تيدروس منظمه الصحه العالميه، والدكتور مثل اليونيسف ومثل الدبليو اف بي للغذاء العالمي، فمنع بالمسلحين وتم يعني منع افتتاح هذه الغرفه. وكنا نتمنى ان يخرج تصريح واضح من هذه المنظمات الدولية بممارسة الميليشيات. إذا كانت هذه الميليشيات تمارس أمام المنظمات الدولية منظمات الأمم المتحدة، ما بالك ما تعمله أمام الشعب اليمني الذي شنت عليه حرب وانقلبت على الشعب اليمني ودمرت ما يزيد عن 55% من مرافق الصحة وعبثت بكل شيء في البلد في السابق. طيب من العام ما التفسير وباعتقادك ما سر الصمت من قبل المنظمات الدولية على هذه التصرفات؟ اسمح لي اكمل بس انه في اكتوبر العام الماضي كانت طائرتين من الامم المتحده تحمل لقاح فمنعتها الميليشيات وعادت بها الى جيبوتي مره اخرى، ونحن طالبنا من اليونيسف ومنظمه الصحه العالميه وبعثنا كذا كم رساله لهم انه نحن مستعدون في العاصمه عدن، مستودعاتنا موجوده للقاحات، فعليكم ارسال المطاعيم واللقاحات للعاصمه عدن، نحن موجودين ومسؤولين عن اليمن كل اليمن، بامكانكم ان مكاتبكم موجوده في عدن وتشرف على ذلك. لكن للاسف الشديد حتى اللحظه لم يستجيبوا للدعوه التي قمنا بها. بعد ذلك قاموا واعتدوا على البرنامج الوطني للتحسين ونهبوا سيارات البرنامج الوطني للتحسين، وطلبنا منهم ان يعملوا ادانه للمنظمات الدوليه ولم يكن هناك اي ادانه، ومن ثم قاموا بالاعتداء على البرنامج الوطني للملاريا. يعبثوا بكل شيء في البلد، كل مقومات البلد وكل برامج الصحه هم يعبثوا بها هذه الميليشيات. والوضع الذي وصلت اليه هذه المحافظات والمحافظات خصوصا صنعاء وعمران والحديده وحجه وهذه المناطق التي زادت فيها الاسهالات المائيه الحاده والكوليرا وكل الكوارث هي بسبب تعنت الميليشيات الانقلابيه التي عبثت بكل شيء. ونطلب من المنظمة المتحدة أن يكون لها دور واضح وصريح بالضغط على هذه الميليشيات، أقل شيء يخرجوا بتصريح على ممارستهم اللي يقومها، وليعلم القاصي والداني والعالم كله ما يمارسوه تجاه أبناء الشعب اليمني. طيب وأنتم تنتظرون التصريح ربما من المنظمة الدولية لإدانة التصرف الذي تم في صنعاء بالأمس؟ جاءت التحذيرات على لسان الرؤساء الثلاث المنظمة الدولية الكبرى، ربما جاء من صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا ولم يأتي من عدن. بالنسبة لكم كيف هو الوضع وما هي الرسالة التي وصلتكم جراء هذا الإجراء؟ نحن في السلطة الشرعية مثلا بدولة رئيس الوزراء والحكومة ووزارة الصحة العامة والسكان على وجه الخصوص عندنا شراكة جيدة مع المنظمات الدولية ومسهلين كل الإجراءات الإدارية والفنية والأمنية لهم، وطالبنا كذا مرة أن ينقلوا مكاتبهم الرئيسية للعاصمة عدن وسنسهل كل ما خصوصا فيما يتعلق بالجانب الصحي، نحن مسؤولين عن نسهل كل الإجراءات الفنية والإدارية ومكاتبهم في عدن بتشتغل بشغل جيد ولم يجدوا أي مضايقات، بالعكس بل كل التسهيلات موجودة في العاصمة عدن، بإمكان أي إعلامي أو صحفي أو ناشط أو أي كان يأتي إلى هذه المنظمات وسيجد وسيسمع كل ما يسره من ذلك. نحن وهم كل يوم بنجتمع والأمور طيبة جدا. طيب. إذا عدنا للحديث دكتور علي حول مركز عملية الطوارئ الدول، هناك ربما مركز في عدن وآخر ربما كان يفترض أن يكون في صنعاء لكن تم الاعتداء عليه، ما هي مهام هذا المركز؟ هو المركز بيجتمع كل صباح ليستعرض الوضع الصحي في المحافظات، ومن ثم الاحتياجات والتحديات التي تواجه هذه المحافظات من وقود، من أدوية، من استلزامات طبية، من تدخلات، من نظافة وصرف صحي وتنقية المياه وتوزيع الكلور هذه المناطق. نحن إن شاء الله يوم السبت ما عندنا ورشة ستعقد لجميع 12 محافظة لمدراء مكاتب الصحة وغيرها، وعندنا حملة وطنية قادمة للتثقيف الصحي على شكل حملة التحسين، ستنزل من منزل إلى منزل توزيع الكلور والتثقيف الصحي والأدوية والاستلزامات الطبية، حملة وطنية شاملة ونحن في نقوم باعداد لها ان شاء الله ستكون خلال الاسبوع القادم وتبدا من العاصمه عدن. كل التجهيزات والامور الاداريه والفنيه موجوده بالتعاون مع الشركاء الدوليين منظمه الصحه العالميه واليونيسف جميعهم، وكل الامور
نمشي فيه على قدم وساق بدون أي إشكاليات أو أي مضايقات، بينما الطرف الآخر كل يوم بيعتدي بيعمل بيصرخ على هذه المنظمات الدولية. من 6 أشهر المدعو ناصر العرقلي الذي أثبت الميليشيات لوكيل الطب العلاجي تكلم بالإعلام على منظمة الصحة العالمية وتهجم عليها وكان لها من التهم، ولم نجد أي موقف تجاه هذه الميليشيات. طيب نعود للحديث دكتور علي حول التحركات الدولية الحاصلة الآن والجهود المبذولة للحد من انتشار وباء الكوليرا، ما الذي أثمرت عنه هذه الجهود؟ هل هناك تراجع وحد وربما تراجع في نسبة الإصابة أم هي نسبة في ازدياد من يوم إلى آخر؟ حقيقة أولا باسمنا نشكر الأخوان في مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني على كل ما قدموه من الدعم الثقيل، جهودهم أثمرت وتدخلاتهم مع الأخوان في الهلال الأحمر الإماراتي أثمرت أنه هناك تحسن ملحوظ في عدد الحالات الشفاء، حيث وصلت إلى حالات الشفاء إلى 99% من الرقود. كذلك نسبة الإماتة قلت من 0.6 إلى 0.5 تحسن ملحوظ. يوم أمس كانت قبل أمس كانت عدد حالات الوفاة 6 حالات وفاة، هي مؤلم طبعا 6 حالات، لكن 6 حالات بالسابق من أسبوعين 73 وصلت إلى 50 حالة وفاة، في تحسن ملحوظ، ولكن القلق يظل موجود وتدخلات كبيرة جدا ومراكز الإرواء موجودة في جميع المناطق في جميع المحافظات والمدينات المستهدفة، كذلك في المستشفيات كوادر الصحية متوفرة، الأدوية والمستندات الطبية موجودة، الأدوية مجاني والعلاج بالمجان والمختبرات جميعها مجاني والكوادر متوفرين والغرف الطوارئ متوفرة في كل المحافظات غرف فرعية، وبالإضافة إلى الغرفة التي تبع وزارة الصحة في العاصمة عدن وأخرى في صنعاء، والغرفة المركزية التي تضم وزارة الصحة العامة والسكان والمنظمات الدولية باستمرار ويتابعوا الوضع باستمرار، وجهود كبيرة تبذل وعندنا مخزون كافي من الأدوية، وطلبنا من الأخوان في مركز الملك سلمان أيضا طلبية أخرى وسيزودونا بها. هذه الجهود التي بذلت والدعم السخي الذي تقدم به ولي العهد للمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان ما يقارب 67 مليون دولار لمكافحة السلاسل المائية الحادة والكوليرا في بلادنا، هذه كلها أثمرت لها جهود كبيرة جدا طبعا بالتعاون والشراكة مع المنظمات الدولية خصوصا منظمة الصحة العالمية واليونيسف والغذاء العالمي والصليب الأحمر وغيرهم من المنظمات الدولية. لكن ربما الواقع والتقارير الصادرة عن المنظمات تتحدث عن شيء مغاير ومعاكس لما تتحدث به دكتور علي الوليدي. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، كنت معنا من عدن، وأيضا الشكر موصول لريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني.